اوكي، اخر فلتر رح نطلع عليه اللي هو اسمه سالينانكي، منتشر جدا في كثير ابلكيشنز. بتطلع رح تلاقي هذا من اشهر الفلترز المستعمل، اللو باس فلترز. هو سكند اوردر اكتف فلتر، بيستعمل نفس الشيء، شبيه جدا على فكره بالار والسي، والار السي اللي فرجيتكم اياها بشوي، بس بيختلف انه بدخل فيه اوب داون. فرح نستخدم هون ار ريزيستر، بعدين عندي كاباسيتر هذا سميناه سي 1، وهذا ار، هذا هون كمان ار. هلا انا تحليل الدائره ما بعرف اشرح لكم اياه بالتفصيل كيف اجى التصميم زي هيك، بس هي الفكره. راح نحط هلا الفورمولا. هلا هذا الى حد ما، الى حد ما بيشبه ار سي ار سي، يعني فكروا بالشكل المقابل. بهذا الشكل المقابل. بس احنا هون عملنا اكتف فلتر، واخذنا هذه النقطه شبكناها مع هون. هون عندي شيء بيشبه نوع البفر الى حد ما، نون انفرتنج بفر، بس شبكنا السي مع النقطه هاي، وهذه كمان، وهذه هون سي. هذا سكند اوردر لو باس فلتر. الفريكونسي تبعته هي عباره عن اف بتساوي 1 على 2 باي ار سي 1. هاي اللي هي 3 دي الماينس 3 دي بي. استعماله هذا منتشر جدا بالكتب. هلا لاحظوا هون بس ملاحظه على شغله سي 1 سي 2. اي رقمين لو اخذت انا اكس 1 اكس 2 اكس 3 واخذت الجذر الثالث تبعهم من هون، او اكس 1 لاكس ان واخذت الجذر، هذا شو بنسميه؟ بتعرف شو بنسمي هذا اللي هون؟ في عندي الارثمتيك مين، اذا اخذت 1 زائد 2 زائد وقسمتهم على ان، هذا بنسميه ارثمتيك مين، هذا بنسميه جيومتريك مين. لو اخذت ارقام ضربتها ببعض وبعدين اخذت الجذر الجذر مش التربيعي، جذر الان تبع الانز، هذه بنسميه الجيومتريك مين، جيومتريك مين ارثمتيك مين. فكاني اخذت هون الجيومتريك مين تبع سي 1 وسي 2. هذا كمان لو باس، لو باس فلتر. اسمه سالينانكي، منتشر جدا استعماله.